خلينا ناخد كابتن مروان زمامه، طبعا نجم المنتخب المغربي ونجم نادي الرجاء السابق، وطبعا احد المحترفين المغاربه اللي تالقوا في ملاعب انجلترا تحديدا في نادي ميدلزبرا، هيكون معانا من خلال الاتصال الهاتفي ده. مساء الخير يا كابتن مروان. مساء الخير كابتن احمد، اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب، كل سنه والشعب المغربي الشقيق كله طبعا طيب وبالف خير. وفي البدايه لازم ابارك لك طبعا بدايه على تاهل المنتخب المغربي للمونديال، وباذن الله ان شاء الله يقدم يعني عروض قوية ويشرفنا ويشرف الكرة الإفريقية والعربية. شكرا يا كابتن، ورمضان مبارك سعيد على الجميع. يا رب. كنا نتمنى تأهل المنتخب المصري لكأس العالم، لكن الخير فيما اختاره الله. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. المقبلة. الحمد لله على كل حال. خليني أسألك على الماتش بتاع يوم السبت، طبعا جماهير الكرة في المغرب وجماهير الكرة في مصر في انتظار اللقاء، اعتقد انه يعتبر نهائي مبكر، يعني فرقه الاهلي والرجاء الحقيقه من الفرقتين يعتبروا من عمالقه القاره الافريقيه، وان كان لقائهم في دور الثمانيه، لكن خليني بدايه اسالك عن استعدادات الرجاء لمواجهه الاهلي السبت اللي جاي في القاهره ان شاء الله. وبالفعل يعني استعدادات يعني في اجواء مثاليه، فالحمد لله فريق الرجاء كبير ومعتاد على مثل هذه التظاهرات هذه، تقريبا جميع اللاعبين يعني في صحه جيده. كنتمنى ان شاء الله ان عامل التركيز يكون حاضر في هذه المباراه، واللاعبين يركزوا بما فيه الكفايه، لان فريق الاهلي صاحب هذه البطوله هذه فريق كبير وكيعرف يتعامل مع هذه المباريات. يعني هذا يحسب للنادي الاهلي والاداره اللي ساهره على التتويجات، يعني تقريبا ممكن انه يدخل التاريخ بعد بالفوز بثلاث نسخ متتاليه. فاكيد يعني فريق الرجاء كينتظر مباراه كبيره وكبيره. كنتمنى ان شاء الله ان يعني بحضور الجماهير تكون واحد الفرجه اللي تشرف الكره الافريقيه. في اختلاف من وجهه نظرك كابتن مروان عن اللقاء الاخير، يعني طبعا هو لقاء كان من جوله واحده، لقاء السوبر الافريقي اللي الاهلي تمكن من حسمه لصالحه، شايف ايه الفوارق او ايه الاختلافات بين المواجهه اللي حصلت بينهم في قطر على لقب سوبر افريقيا واللقاء اللي هيكون من جولتين، الاولى في القاهره والثانيه هتكون في مركب محمد الخامس في المغرب؟ يعني هناك اختلاف كبير، لان مباراه فاصله في قطر خارج يعني الديار المغربيه والمصريه كتختلف عن مباراتين، لان كيكون يعني الصوت الاول يعني في مصر والصوت الثاني في المغرب. فالان هنا كيكون تعامل كبير ديال المدربين، فلازم التعامل بحيطه وحذر، لكن اعتقد يعني المباراتين الاثنتين يعني ما غاديش يختلفوا كثير عن مباراه الذهاب والاياب، لان فريق الرجاء والاهلي معتاد على الجماهير الغفيره اللي غتحج كثر الملعب، فيعني معتادين على اللعب داخل الارض وخارج الارض. كنتمنى ان شاء الله ان اكيد ان غادي تكون مباراه كبيره بين الفريقين، وغادي تصرف الكره الافريقيه والعربيه. كنتمنى ان شاء الله فريق الرجاء يتاهل بطبيعه الحال، لكن يعني لازم يكون في نهاره اذا اراد التاهل، لان فريق الاهلي فريق كبير وكيعرف يفوز بمثل هذه المباريات هذه. في اختلافات او تغييرات هتكون متوقعه يعني من وجهه نظرك طبعا في سكواد الرجاء في مواجهه القاهره يوم السبت اللي جاي؟ اعتقد في غياب لزكريا الوردي وفي غياب للهدهود، اعتقد واخد ثلاث انذارات. يعني ممكن الغياب الوحيد هو زكريا الوردي اللي مصاب. أيوة. ممكن يعني كما صرتي مروه الهدهودي اللي تلقي البطاقه الصفراء، لكن يعني تقريبا جميع اللاعبين يعني في صحه جيده. كنتمنى ان شاء الله اللاعبين اللي غادي يختارهم المدرب في هذه المباراه يكونوا في الموعد ويحقوا الجماهير المنتخب ديال الجماهير الرجاء. من وجهه نظرك المواجهه الفنيه، يعني واعتقد انه الفرقتين يعني بقوا كتاب مفتوح زي ما بنقول، يعني احنا لسه لاعبين ماتش نهائي السوبر، فبالتالي ما اعتقدش في اوراق ممكن تكون مفاجات، لكن خلينا ناخد رايك برضو ايه المفاجات اللي تتوقعها في الجوله الاولى وطريقه الطريقه الاقرب لانه الرجاء يلعب بيها المباراه الاولى امام الاهلي في القاهره. واعتقد ان فريق الرجاء يعني غادي يدخل باش المباراه ما يتهزمش، لان نتيجه التعادل بالنسبه لي نتيجه جيده من مصر، لان دائما يعني كنعرفوا هنايا في ملعب واحد الخميس دائما فريق الرجاء ما كيتصفر، رغم اللي كيكون متخلف بهدف او هدفين دائما كيعود يعود النتيجه في ملعب محمد الخامس، فهذه النقطه تحسب ليه. كنتمنى ان شاء الله ان
يعني هو نهائي قبل الأوان، كنا كنتمنوا هذه المباراة تكون في النهاية، أكيد لكن يعني الآن نهاية قبل الأوان، يجب توخي الحيطة والحذر. أعتقد أن المباراتين غتلعبوا في المباراة الأولى والمباراة الثانية، يعني لا أعتقد أن مباراة الذهاب ستكون حاسمة في تتويج أحد الفريقين، فلازم يعني التعامل بذكاء مع المباراتين الاثنتين، لأن فريق كبير وأي فريق غادي يقوم بهفوات الى الفريق الاخر غادي يستغل هذه الهفوات، فهي العامل التركيز كما شرحت لك غادي يكون عامل مهم في هذه المباراه هذه، لان فريقين كيتوفروا على لاعبين من المستوى الكبير. كنتمنى ان شاء الله ان المدربين واللاعبين يحققوا لنا واحد المباراه اللي تكون كبيره وترضي الجماهير المغربيه والمصريه. ان شاء الله باذن الله نتمناها. بدايه في النهايه مباراة بين شقيقين يعني طبعا، واثنين من عمالقة الكرة في افريقيا سواء الاهلي المصري او الرجاء، نتمنى ان شاء الله يكون لقاء ممتع ولقاء يليق بحجم الفرقتين ان شاء الله في البطولة، وباذن الله التأهل يكون لنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا نجم الكرة المغربية كابتن مروان زمامة، نجم المنتخب المغربي ونجم الرجاء ونجم كمان ميدلزبرا الانجليزي، بشكرك شكرا جزيلا.